كيف تفسرون لنا هذا التناقض الحاصل في التصريحات حول مرض الحمى النسفية؟ يعني بالأمس القريب كانوا يقولون أن المرض بسيط وليس خطيرا، ولكن اليوم نسمع من وزارة الصحة ومن جهات ذات العلاقة أن المرض خطير جدا. الحقيقة لا يوجد هناك أي تناقض. مرض الحمى النسفية هو مرض مستوطن في العراق منذ السبعينات، ولكن هناك زيادة ملحوظة في هذه السنة بالإصابات المؤكدة بالمرض، مما استدعى اتخاذ إجراءات احتياطية وإجراءات عاجلة من أجل عدم الانتشار الأوسع، لأن تعرفون أن هذا المرض ينتشر في فصلين في السنة، هما فصلي الربيع وفصل الخريف. فإذا سمحنا بهذا المرض الانتشار في هذا الفصل فسوف يكون تزداد حالات الإصابة في فصل الخريف. كما أن هذه الإجراءات العاجلة والإجراءات السريعة هدفها حماية المواطن، لأن مثل ما معروف أن هذا الفيروس هو لا يظهر على الحيوان بشكل يعني ظاهر وبشكل مؤذي كما يظهر على الإنسان، علما أن الإنسان يصاب بهذا المرض عن طريق السوائل والدم الذي يخرج من الحيوان، أو عن طريق وسيط طاقل كطفيلي القراد الذي يعيش على الحيوان ويمتص دماءه ثم ينتقل إلى الإنسان ليلدغه وبالتالي ينقل له الفيروس. الخطورة في هذا المرض حقيقة نسبة الوفيات فيه عالية، قد تصل إلى 40% إذا كان هناك إهمال وعدم إبلاغ بوقت مبكر. أما إذا تم الإبلاغ بوقت مبكر فيكون الشفاء من نصيب هذا المواطن إن شاء الله.